السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم ورمضان كريم عليكم. نتواصل في حلقاتنا وبرنامجنا خليك في البيت من الأحد وإلى الخميس من كل أسبوع، بنكون معكم على الهواء مباشرة من الساعة 2 للساعة 3 ظهرا. هي غرفة للكورونا نقدر نعتبرها، فيها الإحصائيات، فيها كل الجديد عن الكورونا، فيها كل المجالات، كل الجهات المختلفة، إذا كان تربويا، اجتماعيا، نفسيا، صحيا، رياضيا، دراميا، ودورة في الكورونا، كيف نحن كلنا نقدر نعمل مع بعض، نكون يد واحدة من أجل يعني نقدر ننتصر على جائحة الكورونا اللي انتشرت في كل العالم. وأكبر الدول ما قدرت إنها هي تهزم الكورونا، وهي ماشية في انتشار متزايد بأرقام مخيفة جدا في دول عظمى وكبرى. نحن كمان عندنا تزايد في الأرقام يوميا، ولكن يمكن الأعداد أقل من الدول الأخرى والمختلفة، ونتمنى إنه الأعداد كمان تقل لحد ما تختفي. بالأمس ختمت الحلقة بإنه بتمنى إنه الأرقام ما تزيد وما نسمع أرقام زيادة عن مرضى الكورونا أو إصابة جديدة بالكورونا، ولكن بعد ختام الحلقة مباشرة نزل تقرير وزارة الصحة بالأمس الاثنين 27 أبريل بأنه سجلوا 38 حالة إصابة جديدة، وكانت في وفاة واحدة، وبيرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالكورونا ل 275 حالة متضمنة 22 حالة وفاة، 21 هم المتعافين. ما في مقياس، لأنه هي ممكن الكورونا تصيب شخص ممكن تسبب في وفاته أو أخرى، يعني زمان أو في بداية الكورونا كان في حديث أنه الشباب مقاومتهم أعلى، كبار السن وفاتهم أكثر، ولكن بقينا نسمع ونشوف شباب هم ممكن يتوفوا، ربنا يرحمهم إن شاء الله ويصبر أهاليهم. نتبسوا بالوقاية يا جماعة، نقعد في البيت. يعني أنا جاي اليوم على القناة لاحظت في تزايد للحركة في الشارع، مع انه في الحظر ممكن يكون هو من قبل الساعه، من بعد الساعه واحدة، في عربات في الشارع، الطرمبات طبعا مليانه بالعربات، حتى الاطفال اللي عايزين اي مساعده في الشارع موجودين بكثره. يعني الحركه هي ما طبيعيه، لكن اقرب للطبيعيه بالتزايد الكبير ده. فكره انه يكون معك تصريح ومتحرك به، يعني إلا تكون للضرورة، يعني ممكن هو فعلا في شخص يكون مريض في البيت، تكون محتاج زينا، يعني إحنا تحركنا جينا مكان العمل، مع إنه ما في مؤسسات أو في جهات هي شغالة. فالناس تحاول حتى لو عندك تصريح تقلل من الحركة، تحاول تقلل، يعني عندك فرصة لحد الساعة واحدة، ده للضرورة القصوى، أنت تطلع من الساعة 6 للساعة واحدة للضرورة القصوى، يعني عايز حاجة مهمة للأكل، بعدها تلبس الجوانتيات، تلبس الكمامة وتتحرك، تحاول تخلي مسافة بينك وبين الشخص اللي جنبك عشان ما تنقل لك أي عدوى. لبست الجوانتي وصلت البيت، تقلع الجوانتي طوالي ترميه، لأنه ممكن يكون أنت في اللحظة دي نقلت الفيروس، شلته من كيس أو شلته من الحاجات اللي انت اشتريتها، احتياجاتك من السوبر ماركت او من الصيدلية او من اي مكان. نحاول نقلل، عندك اي اصابة باي مرض خفيف حاول تشوف العلاجات البلدية في البيت قبل ما تستعجل وتمشي على المستشفى، لانه ممكن ضررك ومشكلتك في المستشفى تكون اكبر، تنقل مرض اكبر. 38 حالة امبارح عدد كبير، يعني عدد ما بسيط، انتقل من الخرطوم لبعض الولايات المختلفة ظهرت فيها حالات، أكيد الحالات دي خالطت حالات أخرى. بنتمنى إنه مع مرور الأيام ما نسمع بإنه في إصابات جديدة في الولايات المختلفة، وبنتمنى إنه في الخرطوم كمان الحالات تقل بشكل أكبر، لأنه بدينا بالعشرينات و 38 يعني أمنياتنا إن شاء الله بعد ما الناس هي تعمل حسابها وتكون موجودة في البيت، يعني تقعد في البيت، كل حاجة عندك أنت حاول مشي بها، يعني إذا كان أكل شراب وهي الناس صايمة، أفقد جارك جنبك، إذا أنت تلاجتك اتملت مكانك اتملى، حتى لو قبل ما تعمل الأكل أو بعد ما تعمله قسمت منه، أو حتى من باقي الفطور أنت خليه للعشاء أقسم جزء منه، أدي جارك الحاسي أنه ممكن يكون محتاج. أغلب الناس هي طبعا عملت حسابها، ولكن في الأغلبية ما ممكن يكون ما عندها القروش أصلا عشان هي تشتري بها، إذا كان في حظر في كورونا أو ما في كورونا. نحاول نفقد بعض، والخير طبعا موجود، يعني ما محتاجين لوصية، وفي كثير من الأفراد والمبادرات الجميلة اللي بتقوم بالأدوار دي في إنها تفقد كل محتاج في أطراف الولايات المختلفة أو حتى موجودين في داخل العاصمة.
بنتوقع انه من الساعة 2 للساعة 3 حيكون في تقرير جديد من وزارة الصحة بأعداد جديدة، وبنتمنى انه يكون ارقام قليلة وارقام ما كبيرة. نحاول بقدر الامكان حاجة ما مهمة نطلع لها من البيت ما نطلع، نحاول بقدر الامكان. الكمامة ما حاجة مزعجة انك انت تستعملها، الناس تخلي السلام، يعني السلام باليد، انت حتسلم من بعيد، سلام باليد الناس تخليه او تقلل منه، ما في شخص يزعل من الثاني انه ما سلم، لانه احنا في ظروف استثنائيه فيها كل العالم، ونحن في بلد يمكن كل الناس عارفين الوضع الصحي فيها وعدد المستشفيات وعدد اجهزه التنفس الممكن يلحقوك بها اذا لا قدر الله كان في اصابه بالكورونا، واصلا ما في علاج، يعني دي حاله بتاعت ممكن يساعدوك على التنفس، لانه الرئه دي تمت فيها الاصابه معناها دي مشكلة كبيرة، علاج ما في، كل الأطباء في كل مكان، كل الدول الكبيرة بتتكلم ومعروفة الحاجة دي إنه ما في علاج للكورونا، أنت ومقاومتك، أنت وجهاز المناعة عندك كيف، وبعد كده أنت وظروفك إذا لقيت جهاز تنفس فاضي ساعدوك به للتنفس أو غيره. لحد وقت قريب الناس كانت بتتعامل مع الكورونا هي كإشاعة أو عندها ظروف وعندها أبعاد سياسية مختلفة، ولكن بدأت تظهر شخصيات بأسماء حوالينا، بدينا نشوفهم في السوشيال ميديا، في الفيس، أي شخص بيفتح الفيس بقينا نشوف صور دكتور، طبيب، صيدلي، ممرضة، بقينا نشوف شخصيات بعين أو ظاهرة بالصورة إنه الناس ديل شباب وتوفوا بالكورونا. يعني بقى الموضوع ما إشاعة للناس البعيدين أو بيشوفوا إن هي دي إشاعة وعندها أبعاد الأخرى، دي حقيقة وواقع موجود في كل العالم، والسودان لحق بالعالم مؤخرا في إنه يكون في الإصابة بالكورونا. شخصيات بدينا نشوفها، وإن شاء الله بتمنى لكل اللي بيتابعونا، للجميع بتمنى لهم دوام الصحة ودوام العافية، و حتى وجودنا في البيت نحن بندرسه من خلال حلقتنا، بيكون عندنا فيه أبعاد مختلفة تربويا اجتماعيا نفسيا وغيره. في المساحة دي حيكون عندنا حديث عن الوجود داخل المنزل، عنده أبعاده النفسية وعنده ظروفه كمان بنتناقشها مع دكتورة إسراء عز الدين شبيكة، استشارة علم النفس. مرحب بك دكتورة إسراء. مرحب بك يا رشا، وكل سنة وانت طيبة حبيبتي، ورمضان كريم عليك وعلى الشروق وعودة الحميدة منورين والله، وكل سنه طيبين ان شاء الله، ويعاد عليهم بخير وعلى الامه الاسلاميه بالعافيه والصحه، وان شاء الله ربنا يكرمنا في الايام الطيبه دي ويرفع عنا الوباء ان شاء الله يا رب. اللهم امين. رمضان كريم عليك، تسلمي يا دكتور اسراء. بندعو دائما انه خليك في البيت، دي الوقايه وده العلاج المتوفر عندنا حاليا، لكن الجلوس في المنزل خلى البعض يدمن الميديا، السوشيال ميديا، ويكون موجود فيها للساعات الطويلة جدا. عايزين نعرف مخاطر الميديا على الكبار وعلى الصغار، حتى الأطفال للأسف بقدر ملجأهم يعني في بعض الأحيان وفي أزمان طويلة كمان. حقيقي يا رشا، هو طبعا الناس قاعدة في البيت للأسف، إنه بقت الوسيلة اللي بيفترضوها الأولى للترفيه، هو لأنه أنا قاعدة أقول ضيع زمن، ما قاعدة أقول إنه يعني تفيد بالناس، طبعا هي الميديا. احنا يمكن لو كل دول حسب في تليفونات دي فيها عدد الساعات، لو حسب كمية الساعات اللي ممكن يكون قضاها اثناء اليوم في ال 24 ساعة وهو ماسك تليفونه بيلقاها ساعات طويلة جدا يعني، وهو اصلا ما حس بها، لان هي طبيعة التعامل معاها انه الشخص ما بيحس بيها. وهو الزول ممكن يصل معاها مرحلة للادمان يعني، ما يقدر يخلي تليفونه 5 دقائق ولا تليفونه يخليه بدون شاحن ولا ينساه وراه، وممكن يشيله وين ما كان عشان هو يكون متواصل او يكون على علم. وابعاد كثيره طبعا، في البدايه في المشاكل الفسيولوجيه اللي هي المشكله بتاعت البصر، بتاعت التركيز، العمليات العقليه ذاتها، طريقه العمليات العقليه ذاتها بتتاثر. في المشاكل الفسيولوجيه وفي المشاكل النفسيه، المشاكل النفسيه بتخلق بعد اجتماعي داخل البيت، وبتخلق فجوه داخل البيت الواحد. كل شخص، الناس ممكن تكون قاعده في مكان واحد وكل شخص ماسك تليفونه. صحيح. الناس اول ما فطرت كل زول ماسك تليفونه، حتى الونسه ذات اللي الناس بتبدا تتونسها لاقاني كده في الفيس، ولاقاني كده في الواتساب، وفي منشور كده، ولقيت الحاجه الفلانيه، حتى ترويج الاشاعات نفسها. وانه الناس تعرفها بتيجي عن طريق الوسائل التواصل دي. صحيح. بيبدوا الناس يتونسوا فيها ويتكلموا فيها ويتعاملوا معاها، وحتى ممكن الشخص يكون بيتكلم معاك وعينه في تليفونه.
ونحن يعني يمكن تكون الناس خاصه الرجال متاثرين جدا من قعده البيت كويس، رغم انها زي ما انت قلتي هو العلاج هو الوقايه، لانه ما في علاج وما في وقايه غيره. ايوه كويس، وجودك في البيت انت مضطر تعمل حاجات كثيره جدا، اولا انك تهتم بمناعتك. ودي عدو اول للمناعه بتاعت الانسان، لان انت بتسهري ساعات طويله ماسكه التليفون، انت بتقعدي ساعات طويله ماسكه التليفون، بيزيد عمليه التركيز، فبالتالي انت بتشهدي الاعصاب وبتشهدي التركيز وبتشهدي تفاصيل كثيره جدا انت احوج ما يكون لها. الناس بتضطر تاكل كويس، تشرب كويس، تنوم كويس. دي اساسيات مهمه جدا في الفتره بتاعت خليك بالبيت. ايوه يعني النوم ال 8 ساعات يا جماعه اهم من اي حاجه. الاكل اللي ممكن يكون عنده فوائد وفيه جزء بسيط حتى من الفيتامينات الى اخره مهم جدا. فنحن بنقضي ساعات طويله جدا، بنلخبط وجباتنا، بنلخبط وقت نومنا، الوضع كله بيتاثر مع بعض، وده كله بيكون سببه النيجي والتعامل معاها يعني. في ممكن علاجات تحصل. انا تخيل لي بيكون الام والاب هم اللي بيتحكموا في الحكايه دي، يعني ممكن نقول انه نقعد ساعه ساعتين بدون نت للكبار وللصغار، يعني لازم تلاقي مبادره من شخص. ممكن تلاقي العاده دي اصلا ممكن تلاقيها للام والاب نفسه. يعني ممكن هسه في كثير من الشكاوى تجي والله زوجي ماسك التليفون 24 ساعه في يده. اذا كان كلام او اذا كان وسائل تواصل. ايوه فالمشكله انه الحاجه دي بتيجي ممكن من الام والابو، او بتيجي من في الاسره بيكونوا في ناس كبار في الاعمار، شباب يعني كم 20 كم 30، فبالتالي يصعب انه التوجيه لهم. فمهم جدا يكون في وعي، يعني احنا بنتكلم عن الوعي في انه الناس ما تمرض، الناس ما بتصافح، الناس تخلق مسافه، الناس تحاول تتفادى الفتره دي، تقلل اي اختلاط واحتكاك، تتسوق كيف، تعمل شنو. برضه احنا مطلوب مننا في البيت ان احنا يكون في وعي في التعامل مع الميديا في البيت. كمية السعادة اللي انت يعني او انت حتى فيها فرق اقتصادي بالمناسبة، وانت لو لاحظتي كثير من الشبكات بتضعف وتجوع. ايوه صح، في اوقات معينة بتحسي ان الشبكة ضعفت لانه الناس دي كلها داخلة مثلا منها الليل. الناس دي كلها ماسكة تليفونات مثلا. فمحتاجين وعي للناس الكبار نفسهم كويس. فلما انت تكوني ماسكة تليفونك الاطفال حيكونوا قاعدين ليه في التلفزيون. وبرضه في مشكلة الساعات الطويلة، يمكن احنا يا رشا عملنا حلقات على الموضوع ده تحديدا. صحيح ايوه. فايوه فهي محتاجين نتعامل مع الميديا عموما. كيف في البيت؟ يا وقت الانسب. قدر شنو انت ممكن تخلي تليفونك بعيد منك؟ قدر شنو انت ممكن تفصل النت؟ محتاجين وعي من الناس الكبار في البيت، من الام ومن الابو، لانه ساعات هم لو الناس الكبار يتعاملوا بمسؤوليه الاطفال الصغار في البيت يتعاملوا بمسؤوليه. اذا كان في التلفزيون او اذا كان في الميديا عموما. طيب الناس لو قامت استوعبت الحديث ده وحاولت تطبقه وخلت التليفونات مثلا بجنبه وحاولت تبعد من الشاشات شويه، بيكون في احتكاك بعد كده مع بعض، اذا كانوا اخوان شباب في عمر ما اعرف صغير مراهقه غيره، فبتلقي انه شنو بدات خلافات واختلافات واحتكاكات ما بينهم. دي حلها شنو بتكون؟ يمكن الايام الفتره اللي فاتت كثير من يعني المواقع على النت بتتكلم عن مقالات في كثير من الدول الاجنبيه عن انه زاد معدل الانفصال وزاد معدل المشاكل و و والى اخره. طبعا الدعاه كده ده هيجيب زي ما بيقولوا كده النقاشات والكلام والاحتكاك مع بعض. ايوه لانه في وضع كده احنا ما متعودين عليه. يعني حتى الاخوان مع بعض يعني متعودين. ايوه متعودين ان البيت ده الناس بتتلم فيه في اوقات معينه. صح، ما قاعدين مع بعض كده بطريقه معينه. يعني في الزول النيرفز، وفي الزول الاجريسيف، وفي الزول اللي ما بيعرف يتكلم بطريقه كويسه، وفي الزول اللي عنده مواضيع مختلف مع زوجته او مختلفه مع زوجها. فبقى في وقت الكوبايه دي لو اتحركت من حته لحته تطفي الموضوع. ضروري جدا المساله دي ممكن تطول، والوباء ده كل المؤشرات بتقول ما حينتهي في يوم وليله. صح، ضروري جدا احنا تبدا دي فكره انه الناس تبدا تراجع في نفسها، وده ما كلام. ضروري جدا ان انا ابدا عائله سلوكيه يعني، ودي حياتي. وبالمناسبه فيه درس وفيه عبر، احنا كمسلمين احنا اتحرمنا يا رشا، حتى احنا في رمضان اتحرمنا من حاجات كثير جدا. صحيح، التراويح اتحرمنا من الاجر، اتحرمنا من الفطور اللي في الشارع. يعني اسف الان كل شوارع الفطور فاضيه. دي ظاهره اصلا ما حدثت في تاريخ السودان. في كل خطوه وخطوه انت بتلاقي الناس بيفطروا، دي كلها مؤشرات، ودي كلها حاجات مفترض الناس تبدا تراجع لها نفسها. واول نقطه الناس مفترض تراجع نفسها انك علاقتك بالاخر داخل البيت، علاقتك بامك، بابوك، بزوجتك، باولادك، هم الاولى، هم الافضل،
هم الاهم ناس في حياتك، اي حاجه تيجي بعديهم، فبالتالي هم الاهم في انك انت تتعامل معاهم كيف؟ انك تكون موجود في البيت، وجود الناس مع بعض حتى في البيت حاليا بيخلق عبء، يعني انت بقيت في 3 وجبات يا رشا، استخدام البيت نفسه بقى كثير لانه الناس موجوده 24 ساعه. انت اهتمامك بتفاصيل البيت مع امك او مع زوجتك في تفاصيل البيت من نظافه لاكل لشراب لتفاصيل كل الحاجات، ده شيء مهم جدا وبيخلق دعم نفسي ودعم اجتماعي، وفي نفس الوقت بتكون استثمرت وقتك في حاجه كويسه. الناس لو خدتوا الاكل ممكن يكونوا مع بعض، لو الناس لو لموا بعداك بعد اكلهم، نظفوا المكان اللي فيه ورتبوا المحل اللي هم فيه والسرير اللي انت قمت رتبت فيه، شفت اللي شفت البيت مش عملت معاه بيت. يعني هي فرصه جاتنا للتقارب الاجتماعي، نحن ما نقول ما للتباعد الاجتماعي، لانه أيوة. احنا حاليا شغالين تباعد اجتماعي، شغالين نقاشات، شغالين كلامات، شغالين مشاكل، الى اخره. هي الفرصه دي اولى انه يكون في تقارب اجتماعي، اولى انه يكون في ضخمه في البيت. انت خدتيها لانه لا انا ولا انت ما في توصيل بعض انه حيجيبوا المرض صح. يعني انت قلتي انه ممكن لا قدر الله يبتلي بالابتلاء ده. صحيح. فدي فرصه الناس تراجع نفسها، تحاول تتصالح مع ذاتها، يكون عندها ثقه مع يعني تجاه الاخر، تعرف انه الاسره دي اهم شيء في الدنيا، تعرف انه بيتك وعيالك وزوجتك دول اهم ما يكون في الحياه كلها، وتبدا انك وهي يعني يعني بنفس الشيء انه اي ام بتكون عارفه انه زوجها اولاد الى اخره برضه اهم شيء في الدنيا، والناس تحاول تستمتع الى حد ما بالوضع الهادي موجود، وده وضع بالمناسبه ثاني ما حيصير جديد. كان يوم بس حيكون قاعد في البيت ده شهر صح، الناس دي اليوم اللي حتطلع اول ما تنتهي الكورونا ثاني خلاص. ايوه احنا نرجع في القصه اللي احنا بنقولها دائما، دوامه الحياه، الوقت ماخذنا، ابسط حاجات احنا ما قادرين نعملها، ابسط حقوق الاخر داخل البيت وفي الاسره احنا ما عارفين نديها. وعرفت مش كتاب يعني، فهي دي فرصه الناس تحاول تتعامل معها بشكل ايجابي، تحاول تخلي بصمه، تحاول تخلي سعاده، لانه هسي الوقت بتاع الترويح والوقت بتاع الناس عشان تفرق هو كله لازم يكون داخل الاسره. ما في حاجه تعرف غير البيت ده. فبفترض انه البيت يبدا فيه يعني طاقه ايجابيه، يبدا فيه تعامل كويس، يبدا الناس تنتبه لتصرفاتها، تنتبه لاسلوبها، لطريقه كلامها، تنتبه لواجباتها ضروري جدا. زي ما عندك حقوق عليك واجبات في البيت. فدي كلها حاجات مهمه جدا، يعني ما نتكل على الاخر، ما نخلي المسؤوليه كلها لشخص معين في البيت، دي حاجات كلها مهمه. نعم. بشكرك جدا دكتوره اسراء عز الدين شبيكه استشاري علم النفس، يعني معلومات مهمه جدا. بتمنى انه كل شخص بيتابعنا الان ياخذ الحاجه اللي بتيجي مع ظروفه، يعني يحاول يستفيد منها. فرصه هي جاتنا، هو ان احنا كلنا اي نعم في ابتلاء من ربنا بالكورونا دي، ولكن في نعم اخرى برضه، انه الاب بقى موجود في البيت، انه الاولاد بيشوفوا ابوهم وامهم دائما معاهم في البيت، في ظروف كثيره بتجمعهم، في الصينيه اللي ما كانت فيه لسنين نحن كنا بنفقده بنتكلم عنها في كثير من الحلقات، رجعت مره ثانيه الصينيه ورجعت اللمه داخل الاسره. نحاول نستفيد من اللمه دي ونستغلها، لانه ان شاء الله بالكورونا دي هي بتنتهي والحياه بترجع زي ما كانت اول. بيرجع الاب برضه شغال اليوم كله، بترجع الامراه العامله تمشي لشغلها، بيرجع الابناء ان شاء الله لمدارسهم، وبكون كل زول في حاله وفي ظروف. نحاول نستفيد نحن من الوضع الفيو ده، نخليه ايجابي. حمشي لزميلي محمد فتح الرحمن من داخل وزاره الصحه، نشوف الجديد في الكورونا. محمد مرحبا بك. نهاركم سعيد مشاهدينا الاحباب في كل مكان، مشاهدي شاشه الشروق نحييكم من جديد، ونحن على الهواء مباشره ننقل الرساله الصحيه على الهواء مباشره في كل يوم عبر برنامج خليك في البيت. وخليك في البيت، نسال الله لنا ولكم السلامه والحمايه والامن والامان، ويعم الخير الوفير والامان والصحه والعافيه لسوداننا الحبيب. زي ما عودناكم مشاهدي الاحباب انه في كل يوم حتكون عندنا هذه الرساله الصحيه وملاحقه اخر الاخبار واخر التطورات لجائحه كورونا المستجد في العالم والسودان على وجه الخصوص. سعيد من داخل وزاره الصحه للتحدي ان اكون بصحبه الدكتور محمد الامين عبد الماجد، اخصائي طب المجتمع وايضا مدير قسم الاستجابه بوزاره الصحه. دكتور محمد كل سنه وانتم طيبين ورمضان مبارك.
كل سنة أنت طيب ورمضان مبارك على الجميع، وهذا الله على الجميع بالصحة والعافية إن شاء الله. أنا نسأل الله السلامة والحماية لهذا المرض الخطير، نسأل الله ربنا يحمينا جميعا. دكتور محمد، نحن عايزين نتكلم بالنسبة للوصمة الاجتماعية، يمكن نحن عم استشيرنا لموضوع مهم جدا عن الوصمة الاجتماعية لهذا المرض. الإنسان إذا أصيب بهذا المرض يقول لك أنا ما حمشي للدكتور، انا ما حامشي اعمل الفحوصات، حتى لو انا داير اموت ما اقدر امشي للدكتور. الحاجه الثانيه بيقول لك انه لو انا اصبت بالمرض معناه دي نهايه الدنيا بالنسبه لي، انا ما حقدر امشي لزول ولا في زول يجيني. احنا عايزين انتوا كجهه اختصاص تزيلوا لنا هذه الحاجه السيئه اللي عند المرض وعند السودانيين عموما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه يعني حكايه الوصمه الاجتماعيه او الخجل من المرض، الناس حقه تكون كلها عارفة أنه المرض ده ما في إنسان بيجيب المرض لنفسه. المرض ده شيء من ربنا سبحانه وتعالى، يعني بيصيب الجميع وبمختلف مستويات الناس، فما في حاجة اسمها مرض مثلا بيصيب فئة معينة أو مستوى معين من الناس إلى آخره. بالنسبة للأمراض المعدية، فالوصمة هي ذاتها واحدة من الحاجات اللي ممكن تسبب خطورة أو تسبب يعني تعرض الإنسان المصاب ذاته لمضاعفات أكثر بالنسبة للمرض، وممكن تتنقل العدوى لفئات أخرى أو أشخاص آخرين، سواء كان عايشين مع الإنسان أو مخالطين للإنسان ذاته في نفس العائلة أو في نفس الأسرة إلى آخره. كون الناس تخفي المرض، هو ده الإنسان اللي بيخفي المرض، هو بيعرض نفسه لخطر آخر. وما في مرض ما عنده علاج، يعني إذا كان ما في علاج مباشر، في علاجات أو في تدخلات بتقلل من الخطورة بتاعة المرض. فالإنسان اللي بخاف من المرض وبخفي المرض، بالتالي بعرض نفسه لمخاطر المرض ومضاعفات المرض، وبعرض الآخرين برضو لمخاطر المرض ومضاعفات المرض. بل بالعكس، الإنسان كل ما بادر بالعلاج أو بادر بأنه يسلم نفسه للجهات الصحية والجهات المختصة، فبالتالي التدخلات لما تكون مبكر فبتؤدي للعلاج بسرعة وغاية بالنسبة للإنسان ذاته وبالنسبة للأشخاص الآخرين. يمكن دكتور محمد انه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابي الدرداء رضي الله عنه يقال انه ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، يعني دي رسالة من رب العباد إنه لكل داء دواء. نحن نقول هل تم اكتشاف مرض أو اكتشاف علاج لهذا المرض، حتى ولو كان اكتشاف تحت المختبر الناس الآن شغالين فيه بالنسبة لدول متقدمة بالنسبة لغيرها؟ والله نحن فقط نحتمل على العلاج اللي أعلنوا الأطباء وأعلنوته منظمة الصحة العالمية. نعم، بالنسبة للعلاج، أول حاجة هو طبعا يعني يمكن الناس يعني في كثير من الناس عارفين أنه المرض ذاته هو مرض فيروسي، والمعلومة المعروفة لدى الناس كلها أن الأمراض الفيروسية ما عندها علاجات مخصصة محددة، يعني سبيسيفيك تريتمنت، لكن في إجراءات وفي تدخلات هي ممكن يعني تساعد على خفة المرض لحين الشفاء من المرض. إحنا عندنا بروتوكولات وعندنا موجهات مبنية على دراسات أو موجهات الصحة العالمية موجودة ومتبعة موجودة، فكل التدخلات اللي ممكن تساعد في تخفيف المرض وفي علاج المرض موجودة يعني بطرق علمية وموجودة في العزل موجود. الشيء اللي داير يعني أؤكد عليه أكثر من يعني العلاج، هو أن دائما بنعني بالشأن الوقائي أكثر، الشأن الوقائي أكثر. فبالنسبة للإنسان المريض ذاته، يعني هي المشكلة بتاعة الأمراض المعدية ما بتتوقف على شخص واحد، الأهم فيها أن الشخص المصاب به هو ذاته ممكن يوضع تحت المعالجة وإبعاده وعزله عن الأشخاص الآخرين لإيقاف الانتشار بتاع المرض في بالنسبة للناس التانيين، وده شيء أهم 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 من المعالجة ذاتها، أنه إن كونك تقي المجتمع وتقي المخالطين كويس. وبعد ذاك يعني الشفاء وارد، يعني نسبة الشفاء السدي حتى عالميا، يعني الشيء المعروف أنه النسبة بتاعت الشفاء من المصابين النسبة عالية جدا.
نسبة عالية جدا. دكتور محمد الأمين، أخيرا نختم معك هذه الحلقة الرسالة. أنا عايز أقول إنه إن شاء الله إحنا في الرسائل القادمة إن شاء الله عايزين نتكلم ذاته عن إنه المرض يعني بالنسبة له ونسبة الشفاء كم، نسبة المرض كم، يعني عايزين تقارير مثلا صحية إنه الآن بنشوف إنه نسبة المرض مثلا مصابين 1000 نفر يتوفوا 2 أو 3، فدي دلالة على إنه المرض هو ما بيقتل بالصورة اللي إحنا شايفينها منتشرة الآن. لكن ختاما عايزين نختم بإنه الوضع الراهن الآن في السودان، وضعكم أنتم الآن في وزارة الصحة الاتحادية، وضع المنظمات الصحية العاملة في البلاد، عايزين تدون رسالة اطمئنان وتبشير لكل المواطنين الأحباب بعد ما نقول لهم خليكم في البيت. عايزين نشوف هل تم يعني المرض في السودان، النسبة تحت المرض كم، نحن في حتة بتاعت خطر، في حتة لسه في السيفتي، والله نحن الحمد لله لسه في الأمان، الأمان والأمانة من ربنا. والله الشيء ده أكد عليه أنه وزارة الصحة الاتحادية أو في الولايات بتعمل كل ما في وسعها على أساس أنه تقلل من الإصابات بالنسبة للمرض. والشيء ده أكد عليه أنه أنا حاسة دلوقتي يعني انتقلنا من المرحلة بتاعة أنه المرض ده هو وافد إلى المرحلة بتاعة الانتشار المجتمعي. فيبقى هنا ده التدخل بتاعنا ذاته والمعالجة بتاعتنا هي المعالجة يعني الاحتواء المجتمعي أكثر من الاحتواء اللي هو بيتم في مراكز العزل وفي مراكز العلاجات. عشان كده من هنا ده جاء العزل المجتمعي أو الحجر المجتمعي، التباعد المجتمعي، ده المقصود به. لأنه زي ما الناس كلها عارفة المرض ده بتنقل وبنتشر بسرعة شديدة. يمكن نظريا كده ده الناس عارفة الطرق بتاعت الانتشار بتاعت المرض، لكن عمليا يعني صعب جدا انه انت تعرف كيف المرض ده بينتقل لك، يعني لانه كل شيء وارد دلوقتي. يعني اذا كان ما بالتلاحم المباشر بالاختلاط المباشر عن طريق الرزاز او عن طريق الاسطح او عن طريق يعني اي خطوه انت بتخطوها في حياتك دي خارج البيت ممكن تكون واحده من الوسائل لانتقال العدوى. عشان كده من هنا جاء انه الناس دي كلها اسلم شيء أن يكون في تباعد مجتمعي وأن الناس كلها تكون قاعدة محصورة في بيوتها عشان تكسر الحلقة بتاعة انتقال المرض من الوسائل بتاعة انتقال المرض للأشخاص المصابين أو الأشخاص الغير مصابين بالمرض. يعني شكرا جزيلا للدكتور محمد الأمين عبد الماجد، مدير قسم الاستجابة بوزارة الصحة الاتحادية واختصاصي طب المجتمع. دي كانت رسالتنا مشاهدينا الأحباب لليوم الثالث. نحن دائما بنقول إنه الوقاية خير من العلاج، الناس تلبس كمامتها، الناس تعقم يدينا، الناس تكون دائما في أمن وأمان من أجل إنه نحن حنبني الوطن إن شاء الله بالصحة والسلامة. نتمنى إن السودان يكون خالي من الكورونا. شكرا جزيلا والعودة إلى الزملاء الأحباب في الاستديو. شكرا محمد، وشكرا لضيفك دكتور محمد الأمين، وذكر الكثير من النقاط المهمة جدا، أهمها إنه المرض يتحول من مرحلة إنه وافد لمرحلة الانتشار المجتمعي، وعشان نقلل من المرض يكون في التباعد المجتمعي عشان يكون في كسر لحلقة الانتقال المرض، وده بإنه نحن نجلس في البيت، نكون موجودين في البيت، ولو اضطرينا وطلعنا نكون عاملين كل الاحتياطات اللازمة. كل التحية لمجموعة عقد الجلاد الغنائية، وكل التحية للجمهور أيضا فرقة عقد الجلاد، قاموا بدور مهم في التوعية بمرض الكورونا، وعملوا لنا أغنية جميلة، ما تشوف شر أو ما تشوف شينا، اسمها ما تشوف شينا، كلمات عبد الوهاب هلاوي وألحان شريف شرحبيل. نشوفه مع بعض ونستمع إليها. الله ما نشوف شينا، برحمة الله ما نشوف شينا، صورتنا ضد الكورونا.
بس اللي كتير ايدينا هيكون احسن وامن لينا. والكمامه لكل مصاب امان وسلام فيها حمايه للحوالين. لازم نقعد جوا البيت وباب البيت قافلين علينا. يسلم كل العالم يسلم عرف عرف مدينة يسلم. يسلم كل العالم عرف عرف مدينة بكرة حيصحى جرس النايم يا طابو بكرة تعود الشمس الغابة شايلة النور بكرة حيصحى جرس النايم يا طابو بكرة تعود الشمس الغابة شايلة النور بكرة مواسنا يا عصفور بكرة مواسنا يا عصفور الشمس بتطلع والسابية تدور عقد الجلادة الغنائية وشكرا أيضا وزارة الصحة. معلومات مهمة جدا لكل تابعوا الأغنية دي وإن شاء الله ما نشوف شينا وما في زول مننا يشوف شينا. في كثير من المعلومات كانت في الأغنية من خلال طريقة الوقاية وطريقة الحماية لتحمي نفسك وتحمي غيرك وتحمي أسرتك. شكرا لهم كثير وحتواصل معاكم. عندنا إن شاء الله مزيد من الفقرات المختلفة وكلها في إطار الكورونا. وخليك في البيت بعد فاصل قصير. أهلا من جديد مشاهدينا في كل مكان. نتواصل معكم برنامج وحلقات خليك في البيت من الأحد وحتى الخميس على فضائية الشروق. نلتقيكم على الهواء مباشرة. كثير من المجالات المهمة عندنا في السودان اللي كثفت كل جهودها ودورها في التوعية بالكورونا وفي تسليط الضوء على الجائحة الكورونا اللي انتشرت في كل العالم وأثرت عليه وعلى كل المجالات اللي فيه سواء كان اقتصاديا وسياسيا ومجتمعيا. الدراما أيضا عندها دور مهم والدراما السودانية أيضا تحديدا سلطت الضوء على هذا المرض. برحب بالهاتف بالأستاذ محمد عبد الله موسى الدرامي المعروف. مرحبا بك كثير. ألو أستاذ محمد كيفك؟ ألو مرحبا بك. برمضان كريم عليك. الله أكرم وتصوم وتفطر على خير. الله اللهم أمين جمعا يا رب. أستاذ محمد زي ما تعودنا من الدراما السودانية اللي بيكون عندها دور كبير في كثير من الموضوعات المهمة. عايزين نعرف كمان دور الدراما في التوعية بمرض الكورونا. والله فعلا زي ما ذكرت أنت الدراما والدراميين بالتحديد بيلعبوا دور كبير جدا في نشر التوعية للمشاهدين والجمهور وبيكونوا حريصين دائما انه لما تحصل وضع زي دي او كارثه بتهدد ارواح الناس اكثر ناس بيكونوا يعني هاممين بانه يوعوا الناس ويقولوا لهم المعلومه الصحيحه ويقدروا يتعاملوا مع الكارثه دي ومع المحنه دي. الممثلين يعني بيقدروا يوصلوا المعلومه دي ويكونوا هاممين يوصلوا المعلومه للمشاهدين يعني. صحيح. هل في اي سلسله دراميه او اي اعمال حاليا؟ والله الان نحن في خطه المونتاج
منتج في حلقات لتوعية المواطنين بعنوان حلقات كورونا وعي الجمهور الكريم، حلقات فكاهية درامية شعبية فيها بعض المحاذير وفيها بعض العلامات اللي تخلي المواطن أكثر إلماما بالمرض والتعامل مع المرض وكذا. طبعا الأقدار بيد الله، لكن الواحد بنحاول بقدر الامكان نوصل له والمعلومه بتاعت انه أيوة. الحرص يعني الوقايه خير من العلاج. ايوه شنو يعني مثلا تناولت شنو من المحاذير او الوقايه؟ والله تناولنا مواضيع كثيره يعني اول حاجه مساله الحصر الداخل المنازل او الوجود والبيوت. أيوة. الناس تلتزم بالبيوت وكده، وفي ناس بتعرف طبعا فيهم المتضجر، فيهم المساله بالنسبه له مساله بتاعت وقت ما اكثر او زمن يعني ما اكثر ولا اقل وكذا. طبعا البشر انواع يعني كل دول عنده تفكير وعنده احساس، لكن انا متاكد تماما انه كل الشعب السوداني واحد المساله دي وملتزم بالقوانين. بالنسبه لانه انا حركتي انا لان عندي تصديق حايم عندي تصوير للحركات دي ذاتها، فشفت الشارع شوارع فاضيه يعني. عندنا بعض الملاحظه اللي قاعدين نقوم بمعالجتها اللي هو داخل البيت ذاته في بعض الارشادات لازم نعملها، المساحات بين الناس في البيت، بالاضافه لتعامل الحياه الخاصه يعني كوبايه استعمال زول واحد مثلا كل زول كوبايته، المعالق، حركتك، نظافه الحمام، مغاربه الابواب، الثلاجه، الشواحن، ويعني عموما النظافه وغسل الايادي وانت جاي من برا. يعني فعلا في 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 ضرورات يعني تخليك تطلع، لا تشتري مواد تموينيه، لا تشتري دواء كذا، لما تطلع تيجي راجع برضه تكون حريص انك ما تتكلم على تبيد ما لم تغسل ايدك. أيوه. وطلع لمؤخذه نعالك او جزمتك برا الحوش، ما تدخل الجزمه الحوش جوا، ملابسك اللي انت لابسها برضه ناس الشباب البيت جوا، يعني يا حبذا لو غسلتها، لو شريتها في الحبل سايب في الشمس برضه يعني جزء منها بتوثيق من انه تنقل المرض لاسرتك. كلام مهم وجميل. السلسله الدراميه دي حتنزل متى يا استاذ محمد؟ هسه الان شغاله يعني في حلقات بتبث حاليا، عملت تسعين حلقه امبارح او امبارح من بي سي تاليف اشرف بشير واخراج محمد نعيم سعد وتمثيل نخبه يعني جزء منهم في فتره اصدقاء منهم محمد نعيم اخراج وبالاضافه لمحمد المهدي الفادني وشخص الضعيف وعبد الفتاح وشباب يعني الضعف وسحر رحاب كرار وسلمى مدني وشباب مجموعه من الممتعين عندهم يعني ايوه هم للمساله دي يعني. بشكرك جدا يا استاذ محمد عبد الله، وبتوقع انه السلسله الدراميه دي حتكون مشاهده جدا على مستوى الشاشات وعلى مستوى السوشيال ميديا، وحتوصل الرساله ان شاء الله. ان شاء الله. إن شاء شكرا لك كثير، بالتوفيق ان شاء الله يا رب. موفقين. شفنا الدراما وبرضه عندها دورة وعندها يعني مشاهدينا اللي بيتابعوها، حتى لو هي قليلة الدراما عموما في السودان، ولكن على قدر قلتها بتكون مشاهدة بشكل كبير جدا على مستوى الصغار والكبار، ورسالة بتصل. حتى الممثلين والدراميين اللي ذكرهم أستاذ محمد عبد الله هم محبوبين جدا وعندهم جماهيرهم، دور كبير جدا بيقوموا به من خلال الدراما دي، وإن شاء الله يوصلوا التوعية بشكل أكبر وأوسع للمشاهدين الممكن يكون هم بعيدين عن الوقاية والطرق الممكنة من جائحة الكورونا. عندنا مادة لو جهزت نحن ممكن نشوفها لواحد من الحالات اللي شفيت من الكورونا، نقوم نحن بالوقاية. كان عندنا معلومات مهمة عن الرياضة، كيف أنت ممكن تقوم بالوقاية وتقوي جهاز المناعة عندك. الرياضة مهمة، زمان الناس بتتعامل معاها كحاجة ثانوية في الحياة، ولكن الآن بقت ضرورة مهمة جدا من ضرورات الحياة، الرياضة الخفيفة داخل المنزل. حنشوف المادة القادمة دي ونرجع إن شاء الله نعقب عليها. أنا دكتورة سماح صلاح، طبيبة متطوعة في مركز العزل جبرة لمكافحة الكوفيد 19. معايا الليلة الحالة رقم 18 في حوار بسيط. عايزين يحكس الحاصل شنو من داخل المركز من بداية المرض لحد الآن. الحالة 18 دي من المرضى اللي جاتنا تعبانة شديد، وبفضل الله اتحسن شديد، ومصر انه يوجه الرسالة دي للشعب السوداني. الحالة رقم 18 نحن عندنا له لقب خاص في المركز بنقول له العمدة،
العمدة دي لأنه من ما حس إنه دور كويس بيجي حايم في المركز وبيرفع في معنويات العيانين وبيجي زول أكتيف ومنشط لنا المكان. نخليه يعرفكم عن نفسه، الاسم، العمر، السكن، الوظيفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معاكم الحالة 18، لو تذكرون يقولوا هذا الرجل يعني العمر 40، يسكن ولاد خرطوم مدينة مدرمان، ما ثبت له سفر ولا كذا. ده أنا شخصيا، وأنا أسكن يعني مدرمان المربعات، العمر 43 سنة. الوظيفة أنا أشتغل في شرطة السجون والإصلاح وخطيب جمعة. أنا أصبت بهذا المرض من يوم 29/3، وكان الأعراض جاتني شكل ملاريا. شيت يعني عندنا عيادة جنبنا فحصوا لي وقالوا ده ملاريا، كنت باخد حقن ملاريا وحقن الالتهابات لغاية اليوم الثامن. يعني أنا طيبت جدا وفقدت حاسة النفس وكذا، مشيت مستشفى شرطة باعتباره مستشفى أنا تعبيله وكذا. بعد ذاك أنا تميت يوم الأول في مستشفى شرطة، بدأت هناك وعمل لي صور أشياء ورسل الصور إلى مركز زبرة، وكتر خيرهم عرفوا هذا الأعراض، رسل لي إسعاف. وأنا وصلت إلى مستشفى جبرة، حقيقة جيت لقيت يعني الاستاف كان في استقبال يعني حار، وانا لقيت والله كل التعاون ولقيت كل المعونه من هؤلاء الاخوه المتطوعين في كل المركز. يعني هم شباب فتيه صغار، كلهم يعني اعمارهم مولودين 95 و97 وكذا، لكن لهم يعني همه عاليه صراحه. يعني انا لقيت خدمات والوقف الواقفين معانا في هذا المركز، والله في اي مركز في السودان ولا في العالم بقروشك ما ممكن تلقى يعني خدمة مثل خدمونا هؤلاء الشباب. يعني خدمة كامل زي ما انتوا شايفين اللبس الابيض اللي شايفينه ده، يعني لبسه صراحة يعني لبسه سخن زي النار، والنظارات يعني صعبة، لكن تكبد المشاق من اجل المرضى. تلقى واحد لابس هذا اللبس من الصباح، لا اكل ولا شراب، بعتبر يعني المريض ده والله زي اخوه وزي ابوه. ورغم ان يعني هؤلاء الشباب والشابات يعني هم متطوعين، واحد بيشتغل شغل يعني فوق طاقته، يدفرون الله يودون الحمام ويغسلك ويحنسك عشان ياكلك، يعني بده معنويات ودافع عالي. انا لو عندي رساله يعني اول اوجهه للسيد يعني وزير الصحه. يعني انا جيت في البلد ده طولت، ده زي ما سمعت الاخت الدكتوره بيقول لي العمده، مفترض الله قال السيد الوزير يجي يزور هؤلاء الشباب. رساله والله انا لو في مكانك يا سيد الوزير، اول اقدم ترقيه لكل هؤلاء الشباب والشابات في مركز جبره، دعم يعني معنويا، والشيء الثاني على الاقل يعني اقدم لهم منحه يعني دراسيه. السودانيين اللي بيقولوا حقيقيين هؤلاء والله. ومركز زبرة يعني بفضل الله تبارك وتعالى مركز يعني نظيف، خدمات والله كامل. الشباب ديل والله ما بنوموا ليل ونهار، يعني يقدموا خدمة لهؤلاء المرضى كأنه واحد يعني بيفتكر ده أبوه ده أمه ده أخوه. يعني رغم أن هم ذات مساكين يعني قاعد يصيبهم هذا المرض وشفناهم والله مرضانين، لكن واحد هو راقد عيان ويقوم يخدم الف المرضى وينسى حتى يعني مرضه. نقول لهم جزاكم الله خير، وربنا يعني يرفعكم وربنا يقدمكم وانتم الفتيه الصحيه ربنا ذكرهم. الرساله الثانيه للشعب السوداني يعني كاف، نقول اول والله المرض ده جاي وباء من رب العالمين، ابتلاء. يعني الكفار عندما طغوا وتجبروا وصنعوا الصواريخ والتقنيات وبقى يتكلموا عن هدم
يعني المسجد الأقصى وبقوا يتدخلوا في شؤون المسلمين وشؤون الإسلام، ابتلاكم الله تبارك وتعالى بهذا الفيروس الصغير الذي لا يرى بالعين المجرد ولليلة، يعني ما عارفين مدخل وين ولا مخرج وين. الله تبارك وتعالى تحدى به الكفار، الله بيقول وما يعلم جنود ربك إلا هو وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يعني الآن البلد كله يكفت، الطيارات وين، التقنيات وين، الناس كله بيجي يتكلم في مرض الفيروس، فيروس ما يسمى بفيروس كورونا. وده فرصة يعني المسلمين وفرصة للشعب السوداني خاصة. الشعب السوداني اللي يقول لك في بعض المهدين يستهزي ويقول لك يا أخ ما في مرض زي ده، ما في كلام زي ده، وفي لسه ناس لافين لافسين كمامات ولسه لافين في الأفرام وفي الزحام وفي اسمه ده. والله العظيم هذا المرض يعني مرض حقيقي. أنا محمد اللي بتكلم قدامكم ده يعني أصيبته بنسبة 85 يعني في المية، حتى ناس المركز كلهم بيقول لي لا ما في حالة زيك، وأصلا زول خدت له حاجة ما في، لكن بفضل الله تبارك وتعالى طلعنا من المرض ده. أول رسالة للشباب اللي بيشربوا الشيشة واللي بيشربوا السجاير، أنا نقول لكم المرض ده زبونه الأول الذين يستعملون المخدرات والشيشة والسجاير، أو ربنا يهديكم. أي زول يأخذ عزيمة وبالأخص في هذا الشهر يعني ابتعد من هذا المرض، من هذا الخبيث ما يسمى بالسجاير والشيشة ده. سيدي لو جاء ما بقوم، ما يفكر يقول هو يعني يقوم. ولابد يعني الناس بيقول لك لو أخوك قال لك نفرين قالوا لك رأسك ما في، انت استلم. كيف العالم ده كله يقول في مرض انت تقول ما في؟ المرض ده موجود، ولو زول داير يشوف خليه يجي ويشوف يعني مركز جبرة. ناس الموت بطلة كيف، ويوميا الناس بدخلوا كيف. الناس لابد يصدق ويعمل يعني حساب. والرسالة الثالثة لإخواني المرضى، ونسأل الله تبارك وتعالى لهم الشفاء العاجل. يعني واحد ما يخلي صلاته، لابد أن يمسك صلاته، وناس يمسكوا في التسبيح ويمسكوا في الاستغفار، ونمسك في الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الفضيل أن يرفع هذا الوباء من المسلمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. بكلام الحالة 18 ونكتفي بالوجوه الابتسامة الجميلة المرسومة على وجوه الكادر الطبي، هي ما قادرين يعبروا عنها عن طريق الكمامة لكن رسموا عليكم على القاوم بتاعهم. أهلا من جديد، ويعني شكرا لعمنا حالة رقم 18، قال لنا كلام مهم جدا وأدانا نصايح كمان مهمة جدا. كل تحايا للجيش الأبيض الجميل زي ما ذكر عمنا، بقول إنه لابسين من الصباح اللبس السخن والحار دي وعمل طوعي بقوموا بيه لمحاولة شفاء المرضى وتقديم لهم الخدمات الطبية. فعلا يعني ما في حاجة ظاهرة منهم، بقوموا بدور مهم وكبير جدا ومتعب ودعم الإنساني، يعني يجزى عليه إن شاء الله خير في الدنيا وفي الآخرة. بنشكرهم جدا ونقدم لهم رسالة شكر عبر البرنامج وعبر القناة. الحالة 18 ما كان مسافر، يعني ما عرفت انه كان مخالط ولا كيف المرض جاو، زي ما قال ما معروف المرض ده مداخله ومخارجه. والحاجة المخيفة انه هو كان حاسس بكل اعراض الملاريا ومشى وتشخص بانه عنده ملاريا لحد ما حالته تدهورت بعد 8 ايام. حتى بعد كده اترسلت الصور من مستشفى لمستشفى جبرة وتشخص بعد كده انه هو عنده كورونا. يعني ممكن تظهر لك في شكل ملاري، ممكن تظهر في اعراض هي ما الاعراض المتعارف عليها، الناس ماسكه في الحمى والجحه الجافه، لا ممكن تظهر لك بشكل اخر وتكون انت فاكره ده مرض وفي الاخير هو الكورونا. الناس لازم تكون مركزه مع نفسها واسرها اكثر من كده. حنطلع مع بعض نشوف واحده برضو من الجهات الجميله جدا اللي عندها دور، اللي هم الفنانين وعندهم دور كبير جدا بيقوموا به من خلال التوعيه بمرض الكورونا. نشوف مع بعض الفنان يوسف البربري. اهلنا واحبابنا في السودان، تحيه جلال وتحيه ولايه وتحيه السودان معافى ضد الكورونا. احمي بيتك، احمي نفسك، بتحمي وطنك. السودان محتاج انه نحن نكون يد واحدة العفوية لا، خلونا منصافح.
خلونا نقدر نلتزم بان احنا نغسل ايدينا، بنقدر الحاجات دي، ما الحاجات اللي بتوقف الكورونا دي يا اخوانا ما بتساعد في انتشار الكورونا، حاجات بسيطه ما حاجات صعبه. عشان خاطر ديل، عشان خاطر ديل صون نفسك، هتحافظ على بيتك، هتحافظ على وطنك. من اجل السودان يقدر يحارب ويقيف في وش الكورونا، احمي نفسك، احمي نفسك، تحمي بيتك، تحمي وطنك. ما عم تتشنون يا شباب، ما عم تتشنون الكورونا، يلا ربنا يحفظ يوسف البربري وأبنائه الجميلين وزوجته، وهم كلهم مرابطين موجودين داخل المنزل. نصيحة غالية من هو لكل جمهوره اللي بيحب كل أغاني، وإنه خليك أنت موجود في البيت. إن شاء الله هيكون عندنا عدد من الرسائل أيضا المختلفة من الفنانين، مجهود برضو كبير. بشكر زميلتي أيضا فاطمة الشاذلي اللي قامت بدعوة الفنانين ديل للمبادرة المميزة والمختلفة دي. حالة رقم 18 قدم لنا النصايح، لا للسجاير، نبعد من الإشاعة، والمرض موجود فعلا حقيقة، ونقرب من ربنا، ومساحة وفرصة أن نقرب من ربنا سبحانه وتعالى، ونكسر من الصلاة والدعاء بانتهاء هذا الابتلاء، والسودان إن شاء الله يرجع بكل عافيته وخيره، وكل المؤسسات وكل المجالات المختلفة ترجع لعملها بشكل طبيعي، وده كلنا نحن نتضافر مع بعض. في بعض الدول احتفلت بأنه هو المرض انتهى عندها، يعني الصين أولا وبعد كده جات الإمارات واحتفلوا بأنه خلاص المرض انتهى. ده بعد مجهود كبير وتعقيم كبير جدا على مستوى الأفراد ومستوى الجهات الرسمية والحكومية. حختم الحلقة الآن، ولسه تقرير وزارة الصحة نحن بنتابع فيه ما نزل لليوم الثلاثاء. كان الختام بيوم الأمس، الحالات الأمس اللي هو يوم الاثنين 27 أبريل، كانت 38 حالة بيوم الأمس، وتسجيل حالة وفاة واحدة. الارتفاع الكلي والإجمالي لمصابين مرض الكورونا 275 حالة، 22 حالة وفاة، ومتعافين 21 حالة. بنتمنى إن شاء الله إنه الأعداد تقل والأعداد تختفي لحد ما نصل لزيرو حالة بإذن الله. خليك في البيت، ده كل بنقدر نقوله نحن، ودي الوقاية ودي العلاج اللي بنقدر نقدمه لنا وليكم، وإن شاء الله لحد ما ألاقيكم بكرة بإذن الله. بتمنى لكم دوام الصحة ودوام العافية. في أمان الله.